نحن الممثلات النساء يعني السوريات تحديدا نحن انظلمنا كثير بهذا الشيء، لانه الموجة الدراما العربية المشتركة اللي طلعت كانت تركيبتها معتمدة على نجم سوري شاب ونجمة لبنانية، فعمليا نحن كممثلات سوريات شئنا ام ابينا هذا امر واقع. نحن قعدنا في مطرح كنا شوي متفرجين بمطرح صرتي تاخدي خيارات بالشغل مختلفة. يعني أنا ما بنسى أنه أنا بأكثر من مقابلة قبل الحرب أنا قايلة أنه أنا ما بلاقي حالي بالدراما الشامية، البيئة الشامية ما بلاقي حالي فيها، ماني ضدها، ما عندي أي شيء من الفوقية تجاهها نهائيا، بس أنا ما بلاقي حالي فيها. أنا اشتغلت دراما شامية بعد الحرب صح، بس كانت تجربة كتير حلوة بالرغم من أنه أنا كتير حلوة يعني التجارب اللي عملتهم كانت شخصيات مختلفة ماني عاملة هيك شيء قبل.